السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء الصف التاسع، حياكم الله في متابعة درس الرزق بيد الله أو الرازق هو الله. ونتابع الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فدلالة الآية تفاوت الأرزاق بين العباد، وهذه فيها رحمة. فالإنسان بحاجة إلى الطبيب، وبحاجة إلى المزارع، وبحاجة إلى المحامي. فتفاوت الأرزاق بين العباد يعيننا على استكمال حياتنا بشكل طبيعي، فكلنا بحاجة إلى الآخر. نعم، فالله تعالى يبسط رزقه للغني. هذا لا يعني أنه يحب ذلك الغني ولا يحب ذلك الفقير، إنما يريد كلا الأمرين، سواء إذا كان غنيا أو كان فقيرا، أن يمتحنه. فيمتحن الغني ويختبره شكره بإخراج حق الله في الزكاة. هل يزكي؟ هل لا يزكي؟ نعم. ويضيق الرزق على الفقير أيضا ليختبر صبره، هل هذا الفقير يرضى بما قسمه الله تعالى له أو هل لا يرضى. فكلنا مبتلى في هذه الدنيا، كل حسب ما أعطى إياه رب العالمين، هل يشكر أم يكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، صح؟ وليس الموضوع بذلك، إنما الموضوع كل مبتلى في هذه الدنيا. القيم المستفادة: أطمئن على رزقي، فإذا علمت أن رزقي بيد الله لا أخاف أحدا، ودائما أطلب الرزق من الله تعالى، وعظم نعمة الله تعالى على عباده. نعم، وأوقن بأن الله تعالى إذا أغلق بابا للرزق يفتحه غيره. فالله تعالى يجعل الأرزاق بشكل، يعني ليس المقصود أن رزقك عند هذا الشخص، لا، اسعى للرزق وامشي له. هناك عدة أبواب الرزق، لا تكون فقط بالمال، تكون بالصحة، تكون بالأولاد، وغيرها من أنواع الرزق الذي أعطانا إياه رب العالمين. دمتم عافاني الله وإياكم، إن شاء الله بحصة زوم نتابع سويا.